مساء الخير، حكون سريع. الحقيقة اجتمعت مع فخامة الرئيس والطبيعي كان الحديث عن التفاهم الأخير اللي حاصل بما يتعلق بالحدود البحرية، فكان الاجتماع تمام وفخامة الرئيس عم بيعملوا الفريق العمل عم بيعمل قراءة نهائية لهذه مذكرة التفاهم، وعلى ضوءها بعتقد فخامة الرئيس حيتوجه بكلمة للبنانيين يطلعون على هالموضوع ونبشر اللبنانيين بمرحلة بإذن الله تكون مرحلة خير. بهالمناسبة أنا لابد من أن أتوجه بكلمة شكر للفريق العمل اللبناني أولا لنكب على دراسة هذا الاتفاق من دولة نائب رئيس الحكومة ليس أبو صعب واللي واقع عباس إبراهيم والأستاذ علي حمدان والأستاذ أنطوان شعير اللي بقيوا على اتصال مستمر، وكنا دائما نحن عم نتابع كرؤساء معهم دقائق هذه مذكرة التفاهم. والشكر الكبير للإدارة الأمريكية اللي عملت جهد كتير كبير لحتى للتوصل لهالاتفاق، وكمان شكر للحكومة الفرنسية وللرئيس الفرنسي بالذات لما قاموا به في الساعات الأخيرة بما يتعلق مع شركة توتال ولإنجاح هذه الاتفاقية. حصل هالصباح اجتماع مع شركة توتال في سراي واتفقنا على أن تبدأ شركة توتال بعملية مراحل التنقيب فور انتهاء من هذه المذكرة التفاهم. فشكر للجميع وإن شاء الله تكون خير. هالمذكرة فخامة الرئيس عم بصير قراءة أخيرة عم بيطلع علي فريق العمل في بعض دقائق صغيرة بس مبدئيا منتهية. هي موضوع الترجمة للعربي لحتى نشوفها بالعربي، بس باللغة الإنجليزية في وفاء كامل عليا. ففخامة الرئيس بعتقد حيطلع عليكم ليلة أو بكرة أقصى حد لحتى يبشر اللبنانيين بهالمرحلة، وانتهينا من مرحلة كانت حقيقة صعبة وإن شاء الله تكون مرحلة خير للبنان. ولابد لك من لما أنه نذكر الجيش اللبناني والمصلحة الهيدروغرافية بالجيش اللبناني اللي قامت كمان بجهد كبير مع فريق العمل التقني اللبناني للوصول لهالنتيجة. شكرا. التصويت سيكون غدا وسيكون ضمن السياق اللي أخذته الحكومة اللبنانية من بداية الأزمة الأوكرانية. الحياد يعني ولا؟